حبيبي يا دكتور، حبيبي الله يخليك، الله انا يسعدك. شرفت فيك، شكرا على النصايح، ولا راح اخدهم بعين الاعتبار. انا كتير بلقمش، انا كل يوم باكل حلو وبشرب بيبسي والاخبار. يعني انت تقدر تقول ان انا انقذت حياتك؟ طبعا ايه، انا كان بحاجة لهيك نصايح صدقا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف صحة الأخبار؟ عامل إيه؟ الحمد لله بخير، كتر خير الله، كل الله شيء منيح. يبارك فيك. التغذية، والله ليك أنا شيف، يعني أنا هوايتي الأكل. عايز انت عايز تقول ان انا عندي عمار يا زيادة هلا في يا عمار، الوزن، انا عندي زيادة في الوزن، ابوس ايدك انقذني. انت جيت لي في مرحلة الانقاذ، لعل وعسى حياتي كلها تتغير على ايدك، صح كده؟ ده اللي انت ايه عايز تقوله، صح كده؟ عندي كرش صغير عادي، تمام. طب انا بص هقول لك على يعني كرش يعني ما كتير، يعني انا تمي تمام. طب انا هقول لك على يعني على شوية نصايح هتخليك تتخلص من الكرش. ايوه سامعني؟ انا 80 كيلو، يعني متر و70، مش كتير ناصح، مقبول. يعني انت عندك كرش ايه فقط. ايه صحيح 100%. تمام. طب بص، يعني هو طبعا في البداية لو احنا استبعدنا كل المشاكل المرضية اللي ممكن تسبب عندنا كرش، نقدر نخش على طول في النصايح دي. فالاصل ان احنا مثلا وليكن بنستبعد اي مشاكل صحية زي مشاكل في وظائف الكبد، لان ما اي مشكلة في وظائف الكبد ممكن تسبب لنا ترسيب للدهون في منطقة البطن. فعشان كده حتى الناس اللي بتجيلنا بكرش، حتى لو هي ما عندهاش حاجة، بنعمل لها تحليل وظائف كبد علشان نتأكد ان هما ما عندهمش اي مشاكل صحية في الكبد، لان اي مشكلة في الكبد ممكن تعمل لنا ترسيب للدهون في منطقة البطن. لكن لو انا عايز اخسس الكرش بشكل بسيط، اول نصيحة اقولها لك الالتزام بنظام غذائي صحي غير غني بالدهون ومنخفض السعرات الحرارية بشكل بسيط. طب منخفض السعرات الحرارية ازاي؟ اعرف انا السعرات الحرارية ازاي؟ هقول لك على حسبة بسيطة، بس طبعا الحسبة دي ما تنفعش لكل الناس، لكن يعني بشكل مبدئي ممكن تمشي بيها. يعني بشكل مبدئي ممكن تمشي بيها. الحسبة ازاي؟ الوزن بالكيلو جرام في 24، الوزن بالكيلو جرام في 24 يطلع لنا عدد السعرات الحرارية. يعني ما احنا عايزين يعني بتضرب واحد في أرب... آه في يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك عدد السعرات الحرارية بتساوي واحد في لك يعني سعرة حرارية لكل كيلو جرام لكل ساعة. احنا عندنا كام ساعة في اليوم؟ عندنا 24 ساعة، يبقى بنضرب في 24، ماشي؟ 24 تمام؟ يبقى بنضرب واحد في عدد الكيلوات 80 في 24. الناتج اللي هيطلع، استنى اشوف لك الآلة الحاسبة هتطلع كام؟ انت كام وزنك؟ 80 80 صح؟ 80 في 24 صح؟ في كام؟ 80 في 24 شو تقول في ايه؟ واحد. تمام، في واحد. المفروض في واحد، يعني المفروض يطلع الناتج بتاعنا هيكون 1920 سعرة حرارية. ده حسبة بسيطة كده، 1920 سعرة حرارية. المفترض ال 1920، لو انت طريقة انت لو انت الرياضة بتاعتك كبيرة كتيرة ولا متوسطة ولا خفيفة خالص؟ يعني انت شغلك مكتبي ولا ما سمعت شغلك السؤال، عم بيقطش صوتك أصلا. بقول لك هل انت شغلك طبيعة شغلك مكتبي ولا طبيعة شغلك في حركة ولا طبيعة شغلك حركة زايدة؟ لا لا ما في حركة، أنا قاعد مش عم بشتغل والله، صار لي تمام. فترة. يبقى هنضرب في هي واحد، عندي أنا ما بتحرك كثير. تمام، يبقى نضرب واحد في واحد وي واحد هيطلع بالظبط 2112 سعرة حرارية يوميا. ده
احتياجك من السعرات الحرارية لو انت عايز تثبت وزنك. لو انا عايز اخس لو انا عايز اخسر لو انا عايز اخسر عدد سعرات حرارية بعمل ايه؟ هنطرح 2112 ده من 500 على اساس ان احنا ننزل نص كيلو في الاسبوع، كويس بالنسبة لك ولا عايز اكتر؟ نص كيلو كويس في الاسبوع، نص كيلو كويس. تمام. طب كمل معايا، اضغط تكرار عشان اكمل لك عشان افهمك ليه. اضغط تكرار. دلوقتي نص كيلو ولا تنزل كيلو في الاسبوع مثلا؟ عايز تنزل قد ايه مثلا؟ نص كيلو ولا كيلو؟ اختار، لك الحرية. تحب تنزل نص كيلو كيلو؟ ما عندي مشكلة، أعمل شو اسمه، نص كيلو ولا كيلو؟ تحب تنزل نص كيلو في الاسبوع ولا تشد على نفسك وتنزل كيلو في الاسبوع؟ لا لا بشد، أنا بحب بشد على نفسي، خلاص تمام، احنا هنعمل بحب حاجة كويسة. احنا الصراحة. عندنا 2112 سعرة حرارية، هنضربهم في 7 اللي هما 7 أيام، في 7 أيام هيطلع لينا 14784 ناقص 7000 سعرة حرارية علشان ننزل كيلو في الأسبوع، هيطلع معانا 7784 هنقسمها على 7 هيطلع معانا 1112 سعرة حرارية. يعني احنا دلوقتي محتاجين يوميا عشان ننزل كيلو في الأسبوع محتاجين 1112 سعرة حرارية. هنا في ال 1600 عشان ما ينفعش بالنسبة للراجل ان احنا نقل عن 1600 سعرة حرارية، فننزل ببطء بس عشان ما نرجعش في الوزن مرة تانية. فانت اعمل حسابك ان انت اسبوعيا يوميا هتاخد نظام غذائي في 1600 في 1600 سعرة حرارية. يبقى النصيحة الأولانية هناخد نظام غذائي صحي، نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافة العناصر الغذائية من الكربوهيدرات من الفات من البروتينات من الأملاح المعدنية من الألياف من المية، لكن بشرط ان احنا ما نزيدش عن 1600 سعرة حرارية. ممكن تنزل لتحت زي ما قلنا كده لحد 1112 لو انت عايز تنزل كيلو اسبوعي، ما فيش اي مشكلة خالص بالنسبة لنا، بس النظام يكون صحي فيه كل حاجة ويتظبط. 50% من الوجبة بتاعتنا تبقى نشويات، 30% من الوجبة بتاعتنا تبقى دهون صحية زي الاسماك او بذور الشيا او بذور الكتان او مثلا المكسرات، الجوز واللوز والفستق والمكسرات والحاجات دي تدخلها بنسبة 30% من الوجبات كلها، و20% من الوجبات يكون بروتين. يبقى احنا كده خدنا دهون صحية، بروتينات، نشويات، وطبق السلطة خماسي الالوان مع كل وجبة، طبق السلطة خماسي الالوان مع كل وجبة، وقبل الوجبة بنص ساعة تشرب لك كوبايتين مية. لو عملت هذا تنزل الكيلو وانت مستريح. دي كده دي بالنسبه للاكل. اما تاني حاجه نبعد، اهم حاجه بقى النصايح عشان ما نزيدش، ما انت ما تنزلش في الوزن هتنزل كيلو، لكن ما تعملش حاجات تانية تسببها لك ان انت تزيد مره تانية. فنعمل ايه؟ نبعد عن المشروبات الغازيه والاطعمه الغنيه بالدهون والسكريات. النصيحه رقم ثلاثة ممارسه النصيحه رقم ثلاثة ممارسه تمارين البطن والعضلات بصوره يوميه من خلال النوم مثلا على الظهر والايد ورا وورا والقيام والقعود دي موضوع يعني هتلعب شويه بطن كده. الاكثار من تناول الخضروات والفواكه اللي ليها سكريات مفيده وبتحتوي على الياف علشان نزود الالياف عندنا. اما تزيد الالياف عندنا تبقى دفعه قويه جدا ان احنا الهضم بتاعنا يبقى كويس ونخسر وزننا. اهم حاجه الاكثار من شرب الماء على مدار ساعات اليوم، يعني على راس لو نقدر على راس كل ساعه نشرب كوبايه ميه، يعني احنا مثلا عندنا 12 ساعه يبقى نشرب 12 كوبايه ميه في اليوم، على راس كل ساعه نشرب كوبايه ميه. ديت ممكن نشرب ناخد بعض المشروبات الحارقه للدهون زي القرفه زي الزنجبيل زي الشمر زي النعناع، كذلك شرب الشاي الاخضر المفيد للغايه في انقاص بروز البطن، او الكمون مثلا بالليمون برضه مفيد للبطن والتخلص من الكرش. عندي ظروف شاي قرفه زنجبيل، شاي اخضر بالقرفه والزنجبيل بشربهم. يلا.